أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. أخوتي وأخواتي المشاهدين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ها نحن بفضل الله وبنعمة منه يتجدد لقاؤنا بكم فنحمده جل وعلا على نعمائه ونشكره على عظيم عطائه ونسأل الله التوفيق لنا ولكم في القول والعمل انه سميع مجيب لقاؤنا هذا كما عودناكم في لقاءاتنا السابقه نتعرض فيه لبعض الاسئله والاستفسارات التي وردت الينا وطرحت علينا من قبل بعض الاخوه والاخوات الذين يعيشون في بلاد الاغتراب. يستفسرون فيها ويسالون فيها عن الموقف الشرعي والحكم الديني لهذه الامور التي تواجههم في تلك الديار. طبعا نعود لنكمل من حيث انتهينا. كلامنا يرتبط ويدور في مجموعه من الاسئله التي ترتبط بمعاش هؤلاء الاخوه الاعزاء، وبتحديد الموقف الشرعي من بعض الاعمال والافعال التي يقومون بها في سبيل تحصيل لقمه عيشهم. فهذا في الحقيقه مجال ومحل الكلام. لا اريد ان اطيل اكثر ندخل في صلب الموضوع احد الاخوه الاعزاء يسال وفي سؤاله هذا يقول انا في تلك البلاد اريد ان افتح محلا تجاريا وفي هذا المحل التجاري اشترطت علي السلطه المحليه من قبيل البلديه او الجهه التي في الحقيقه أه، تعطي الإجازة لفتح هذا المتجر اشترطت علي أن أبيع في متجري هذا بعض الأمور المحرمة شرعا يقول أنا أبيع المحلل الأطعمة المحللة الألبسة المحللة الأدوات المحللة ولكن حينما أقدمت لأخذ الإجازة أو لأجل إيجاري أو استئجار هذا المتجر اشترط علي هذا الشرط بشرط أن أبيع وأن وأن أعرض الأشياء المحرمة. فعليه إذن، فإذا هو متجره ومحله فيه المحلل واشترط عليه أن يبيع المحرم، فهل يجوز أن أوافق على هذا الشرط مع كون هو السائل ينص؟ مع كون المشترين او المراجعين في تلك البلاد من جميع المذاهب والاديان، يعني يريد ان يقول بان هناك المسلم وهناك غير المسلم كالمسيحي وكاليهودي وغير هؤلاء، يعني الذين يعيشون في تلك المنطقه والذين يريدون ان يراجعوا ويشتروا من عندي، هؤلاء ليسوا بمسلمين فقط وانما هم مشتركين أو مشتركون بين المسلمين وغير المسلمين فهل يجوز لي ذلك أو لا يجوز لي ذلك في مقام الإجابة على هذا السؤال أعزائي نقول أنه أصل أن يستأجر المحل من أجل أن يفتح متجرا لبيع الأشياء المحللة هذا لا إشكال في جوازه وفي حليته شرعا انما والاجاره ايضا في مفروض سؤاله ايضا جائزه وحلال شرعا يبقى الكلام هذا الشرط الذي شرط عليه او الذي اخذ عليه لا يجوز له ان ان يش... لا يجوز له ان يلتزم به او ان يوافق عليه هذا الشرط لانه شرط مخالف لكتاب الله ولسنه النبي الاكرم صلى الله عليه واله، لانه شرط يحل حرام الله، فبناء عليه هذا الشرط لا يجوز له ان يوافق عليه، ولا يجوز له ان يلتزم به. وبذلك حينئذ يتضح الجواب فيما يرتبط بهذا السؤال. بعد ذلك في الحقيقة ننتقل بالسؤال إلى أمر آخر. هذا الأمر الآخر أيضا في محل الابتلاء. يسأل سائل يقول أنا لي لي صديق. أريد أن أدخل مع هذا الصديق شركة ومشاركة. أنا أعمل في مجال وهو يعمل في مجال ولكن اتفقنا على اساس ان يكون نتاج عملي شركه بيني وبينه الربح والخساره بيننا وايضا نتاج عمله هو الربح والخساره بيننا ومن حيث النتيجه الاموال لا تميز يعني بعباره اخرى يقول كل ما اربحه ويربحه هو هو مشترك بيننا وانا كمسلم لا اتاجر ولا ابيع ولا اشتري الا الاشياء التي احلها الدين الاسلامي وحللها الله جل وعلا. وهو يبيع ويتاجر بالاشياء المحرمه من قبيل الخمر، من قبيل لحم الخنزير، من قبيل الميته، من قبيل البيره وهلم جره. والمشكله يقول السائل: ان هذا المال لا يميز فيه المحرم من المحلل يختلط وبعد ذلك كل شخص ياخذ نصيبه بيني وبين شريكي هل يجوز هل تجوز هذه الشركه والشراكه او لا تجوز يعني لاحظوا السائل يقول انا لا ادخل شريكا يعني بمتجرا لا أنا بعملي وهو بعمله، أنا بمجال عملي وهو بمجال عمله، ولكن ما أحصله بيننا وما يحصله بيننا، فهل يجوز هذا أو لا يجوز هذا؟ في مقام الإجابة الجواب واضح لا لا يجوز هذا، هذه الشراكة وهذه الشركة مع هكذا شخص الذي كما أشرنا يتاجر بالحرام، لا تجوز ولا ي... ولا تصح والاختلاط الاموال يترتب عليه ما اشرنا اليه فالموقف الشرعي من هذه الشركه والمشاركه مع الشخص الذي يعمل في المجال المحرم لا تجوز شرعا اما فيما يرتبط بما يترتب على المشاركه ذاك في الحقيقه مطلب اخر قد اشرنا نحن فيما تقدم الى بعض الفروع التي ترتبط بهذا الجواب. ننتقل بالكلام إلى سؤال آخر. السائل يسأل يقول أنا في بلاد الاغتراب وفي مجتمع غير إسلامي. وأنا مقدم على فتح مكان لبيع الطعام ويسميه. يقول أنا مقدم على فتح مكان لبيع الطعام وهو.. هذا الطعام المعروف بالشاورما مثلا يقول ولكن اللحم الذي أستفيد منه والذي أرتبه على أساس أبيعه دجاج يقول إلا أن المشكلة في تلك البلاد لا, يجود لا يوجد دجاج مذكى على الطريقة الإسلامية فأنا مضطر لأن أخذ من السوق هذا الدجاج غير المذكى وأصنعه هذا الطعام وابيعه للمشتري والمشتري فيه المسلم وفيه غير المسلم هل يجوز هذا او لا يجوز هذا في مقام الاجابه الجواب بالسلب لا يجوز هذا روي عن الامام موسى الكاظم عليه السلام انه قال تفقهوا في دين الله فان الفقه مفتاح البصيره وتمام العباد والسبب الى المنازل الرفيعه والرتب الجليله في الدين والدنيا وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على الكواكب ومن لم يتفقه في دينه لم يرضى الله له عملا فإذا اتضح أن فيما ذكرنا من سؤال سابق بأن هذا الطعام إذا كان المشتري مسلم بعد واضح لا يجوز يعني بيع هذا اللحم أو هذا الطعام من اللحم غير المذكى للإنسان المسلم لا يجوز لأنه ميت كما أشرنا يبقى كما أكدنا للإنسان غير المسلم أيضا بعنوان بيع ومعاملة وعقد أيضا لا يجوز بهذا الباب ثم بعد ذلك ننتقل بالكلام إلى سؤال آخر هذا السؤال الآخر في الحقيقة أيضا يرتبط بهذا المجال السائل فيما تقدم كان يقول أنا أصنع مثلا الشاورما واللحم الذي أستفيد منه هو لحم الدجاج في بلدة أخرى أو في دولة أخرى السائل يقول أيضا أنا أبيع الطعام ولكن في محلي أو في مطعم الذي أبيع فيه الطعام أبيع البيتزا وهذه كما تعلمون إما أن تكون محتوياتها نباتية فهذا حينئذ لا اشكال في التصنيع وفي البيع وفي الاكل، واما ان تكون محتوياتها لا ليست نباتيه، فيها لحم يقول واللحم الذي موجود فيها اما لحم غير مذكى واما لحم خنزير، ويزيد على ذلك يقول اتفاقا انا في تلك المجتمعات اذا لم يكن في محلي او في مطعمي مثلا بيتزا قد صنعت او فيها لحم خنزير هؤلاء لا يرغبون فيها والمشترون والمراجعون والذين يريدون ان يشتروا اما ينعدمون او يقلون ففي هذه الحاله وفي هذه الصوره ما هو تكليفي؟ هل هذا يجوز لي ان ابيع البيتزا المصنعه او التي تحتوي على لحم الخنزير او اللحم غير المذكى او لا يجوز؟ نقول كما مر معنا واشرنا من هنا وهناك انه حينئذ اللحم غير المذكى لا يجوز بيعه للمسلم سواء بعد طبخه، قبل طبخه، حال تصنيعه فضلا عن لحم الخنزير لا للمسلم ولا لغير المسلم بعنوان بيع وشراء حينئذ لا يجوز البيع، وهذه مساله جدا مهمه، وقد اشرنا فيما سبق الى ماذا؟ الى مجموعة ترتبط بهذا المضمار هذا في الحقيقة فيما يرتبط بهذا الامر بعد ذلك ننتقل بالكلام الى سؤال جديد في هذا السؤال الجديد في الحقيقة يسأل السائل عن لحم عن موضوع الخنزير طبعا الخنزير كرمكم الله يقسم إلى قسمين عندنا خنازير أهلية وخنازير برية الخنازير الأهلية كما تعلمون هي في بعض المجتمعات غير الإسلامية تربى عادة كما تربى المواشي يعني كما يربى الغنم كما يربى الماعز كما تربى الأبقار يربى في الحظائر ويعتنى به ويتكاثر وهلما جرة هذا نوع هذا مر معنا أن اقتناؤه تربيته وما شاكل في هذا المجال للمسلم لا يجوز. يبقى عندنا القسم الثاني من الخنازير وهي ما يعبر عنها بالخنازير الوحشية. هذه الخنازير التي تعيش في الغابات وفي الجبال والصحاري وما شاكل. هذه خنازير وحشية. السائل يسأل وبحسب صياغة السؤال يظهر أن السائل في البلدان الإسلامية بل حتى في البلدان غير الاسلاميه يقول هذه الخنازير الوحشيه المشكله معها انها عاده انما تهاجم وتاتي على على زروعنا وعلى بساتيننا وعلى حقولنا وهذه حينما تاتي الى تلك الاماكن عاده تتلف المحاصيل تتلفها اكلا رعيا لان هي من قبيل المواشي تأكل هذه الخضروات وتأكل هذه المحاصيل فيقول نحن نضطر حينئذ كأصحاب لهذه المزارع وأصحاب لهذه الزروع إنما نتصدى لها بقتلها وصيدها وما شاكل فالسائل يسأل يقول نحن بعد الصيد إما أن نصيدها حية أو أن نصيدها بالقاتل يقول هل يجوز لنا بعد صيدها حية أو قتلا ان نبيعها على من يستحلها او لا يجوز لنا ذلك. في مقام الاجابه نقول نحن لم نفرق حينما نقول لا يجوز اكل لا يجوز بيع الخنزير ولا شراؤه ولا التعامل فيه، لم نفرق في ذلك بين الخنازير الاهليه والخنازير البريه بحسب مفروض السؤال. الا في حالةٍ بعض الفقهاء يقول انه لو فرضنا لهذه الخنازير مثلا البريه التي امتلكها او اصبحت بيد الانسان المسلم بهذه الكيفيه التي اشار لها السائل اذا فرض بان لهذه الخنازير بعض المنافع او الاستفادات التي لا ترتبط بالاكل والشرب لا ترتبط بالاكل والشرب لان اكلها لا يجوز باي شكل من الاشكال. التي لا ترتبط باكلها، لو فرضنا انها تطعم لبعض الحيوانات، او لو فرضنا بانها يصنع منها بعض الادويه والعقاقير، او لو فرضنا بانه يصنع من ذاك الشحم او الدهن الذي عندها الصابون والمايعات للتنظيف وما شاكل. فاذا فرض ان لها منافع لا باس بها محلله من قبيل اطعامها، للحيوانات وما شاكل، فحينئذ في هذه الحالة بعض الفقهاء يقول حينئذ يجوز المعاملة عليها لأجل ذلك بهذا الشرط لا للبيع، لا للأكل والاستفادة فيها فيما يرتبط بالآكل. هذا في الحقيقة فيما يرتبط بهذا السؤال وبالإجابة عليه، وإلا على كل مكلف أيضاً أن يراعي رأي مقلده اي المرجع الذي يرجع اليه في هذا الفارع. نكتفي بهذا المقدار ونرجئ الحديث فيما تبقى من اسئله واجابات عليها الى لقاء مقبل. نستودعكم الله ونسال الله حسن العاقبه لنا ولكم والسلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته.